بمباراة أقل ما يقال عنها مجنونة، حلقة الحكم ضيف على الشانفيل بدي كلمة حدا بمواجهة مؤجلة من الجولة الثامنة لبيبسي بطولة لبنان لكرة السلة. غاب جوليان خزوع عن اللقاء بداعي الإصابة، الأمر يلي كشف دفاع نادي الحكمة خاصة تحت السلة، فيما أشرك المدرب فؤاد أبو شقرة الأمريكي زاكي مارشل على حساب شارل توماس. واشتعلت حد الثلاثيات مع نهاية الربع الأول بين كارسل كيس وتيرل ستوغلن بشكل خاص قبل ما ينهي الشانفيل متقدماً بنتيجة 38-27 ويواصل تألقه بالثاني ويتقدم 53-44. ما معقول يا بابا! تحسن أداء الحكمة بالربع الثالث حيث بدأت الكرة تبرم بشكل أفضل ليدخل النادي الأخضر إلى الربع الأخير متأخر بنقطة واحدة بس. مقطوعة من دفاع فريق الشانفيل اللي عنده فرصة يتقدم، كمان بيكري ما بينجح وهذه غلط. وصل كل من ستوغلين ونيكولوس تألقهم بالربع الأخير يلي شهد تشنج كتير كبير واعتراض الطرفين على القرارات التحكيمية، وخاصة قبل 3 ثواني من النهاية بعد ما طالب نادي الحكمة بخطأ من كيفن بانكني على ستوغلين كان كفيل ربما بمنح الفوز للنادي الأخضر. 33 تيرل ستوغلين وتر أوفر على تيرل ستوغلين، تر أوفر على تيرل ستوغلين. ما معقول شعر إلا أن الربع انتهى بالتعادل بنتيجة 104-104 ليلجأ الفريقين لوقت إضافي. نجح الزوار بالتقدم بفارق 8 نقاط بإحدى المراحل إلا أن انفشلوا بالمحافظة على تقدمهم لينجح الشانفيل بمعادلة الأرقام مجدداً. ويوجه الفريقين لشوط إضافي ثاني شهد على تألق نيكولوز يلي أنهى المباراة ب 52 نقطة و 22 ريباوندز ويقود فريقه للفوز بنتيجة 138-130. ويمكن أبرز ما راح يتذكره الجمهور من هالمواجهة الجنونية هي النقاط 74 لتيرل ستوغلين.